يوم الأحد 14 كانون الثاني يناير، اليوم القمر بعده موجود ببرج القوس الناري لليوم الثالث على التوالي، والأجواء اليوم مفروض تكون بعدها جيدة للأبراج النارية، القوس طبعا بالطليعة، الحمل وكذلك موالي برج الأسد. كيف رح بيكون نهارنا؟ علما أنه بكرة الأجواء مختلفة كليا، وبنكون عم نتحضر لتأثير القمر الجديد ببرج الجدي يلي نهاره جيد يستفيد منه. البداية مع برج الحمل، بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، ما تنطر لحتى القمر يصير ببرج الجدي، ما تنطر لليومين المقبلين، اليوم نهار بتزبط معك. فبالتالي إذا بارح وأول مبارح كنت خمول أو أجلت ما كنت مقتنع، مفروض اليوم يكون عندك حوافز وعندك جرأة أكبر. الأنشط هي مواليد شهر نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور انطر لبكرة، بكرة الجو 100% معك، إذا منك مستعجل انطر، إذا مستعجل حاول تمشي حسب الأصول، لأنه اليوم بدك تمشي على دقة ونص، يعني اليوم بدك تتجنب مخالفة القوانين أو الأعراف، ضروري تنتبه أيضا للتفاصيل فبدك تكون مصحصح. الأكثر حظا مواليد 9 10 و11 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. الجو بعده معاكس لإلك، صار لك يومين مزعوج متضايق راسك عم بيوجعك، وبعد في هيدا النهار كله بكامله الاجواء متقلبه اوكي، لكن ابتداء من بكره تبلش الامور تتغير، بلش تتحسن، فما تنزع، مش بالضروره اليوم انك تعمل مشكل لانه بتندم بكره. الاجواء اليوم تطلب منك انك تتفهم الراي الاخر، تصغي على الاقل للراي الاخر، وتحاول انه ما تحط عقبه في طريق نجاح تسوية أو لقاء، طول بالك. بتبقى مواليد 15 16 و17 حزيران يونيو هي الأكثر حظا. بنتقل لبرج السرطان. اليوم مولود برج السرطان صحيح مشغول وشغلك فوق راسك، لكن شغلك ضروري ينتهي اليوم، حاول ما تترك شيء مهم، اتصالات أو تسويات أو مصالحات، ما تتركها لليومين المقبلين. اليومين المقبلين رح بتكون مشغول بأشياء كتير 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 مهمة، ومعقولة تكون شوي سريع الانفعال، وبالتالي اليومين المقبلين مش للتفاصيل. حاول اليوم تخلص أشغالك، حاول تلتفت لصحتك، حاول تنظم إذا بتقدر أسبوعك من هلأ. الأكثر حظا هي مواليد 10 11 و12 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد انهار بيصالحك مع ذاتك، انهار بيصالحك مع مجتمعك، مع محيطك، انهار بتقدر تتحرك بطريقة سهلة وحلوة وميسرة وإيجابية، وحتى في احتمال إنك تتعرف لناس على ناس رح بيساعدوك. أخبار حلوة العلاقة بولادك أو بشغلك بتوصل لك اليوم. الأكثر حظا 11 12 13 بعدهم هن الأكثر حظا، بالإضافة إلى 17 و18 آب. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء بكرة نهار ممتاز، صار لك يومين ما كتير على بعضك وبعد في هيدا النهار، لكن مطلوب منك إنك تاخذ الامور مثل ما هي، اذا حدا زعلان، اذا حدا عتلان هم، اذا حدا مريض، مطلوب منك لانك انت موجود بهالفتره الزمنيه تكون متعاطف معهم وعم بتساعدهم. يمكن حتى مولود برج العذراء هو بحد ذاته هو يلي بحاجه الى دعم واهتمام ورعايه، لكن بقول لك انه بكره وبعد بكره بتعوض عن كثير من تاخير زعل او خيبه امل. تبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر تعبا من غيرها اليوم هي مواليد شهر أيلول سبتمبر، يمكن باستثناء مواليد 17 18 و19 أيلول هي الأوفر حظا. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان الفكرة اللي بدك توصلها وصلها اليوم، الدفوار، الواجباتك المدرسية الأكاديمية، معاملات، شو ما كان اشتغل عليهم اليوم. اليوم طاقتك الفكرية والجسدية مهمة جدا، ما حدا بيقدر عليها، بعكس بكرة وبعد بكرة رح تدخل بمرحلة خمول نوعا ما أو أفكارك بتكون مشتتة، فاليوم هو نهار ديناميكي وفعال. الأنشط 11 12 و13 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم وبكره وبعد بكره الجو ممتاز بالنسبه لك، تتقدم بخطوات كثير كبيره، مع احتمال انه اليوم تكون انت الربحان، انت رابح، انت يلي مسيطر نوعا ما على اي حوار او جدال. الجو ممتاز، يمكن يكون في تطمين بال، ويمكن يكون في عندك تكريم لك. الاكثر حظا 10 11 و12 نوفمبر، اما اذا كنت من مواليد 15 و16 نوفمبر كن حذر جدا من السرعه من المشاكل. بنتقل لبرج القوس.
هنالك نوع من نتائج مختلفة بتقدمها اليوم أو تاخدها اليوم. مولو برج القوس ما في تأخير بالنسبة لك، بالعكس هنالك تسارع في سير الأمور، هنالك إيقاع سريع جدا، بتحس حالك أنك راكد، بتحس أنك طاير حتى، ومن المستحسن أنك تركز. أمور كثيرة مفروض تكون سمعت أو تسويت، يعني وصلت إلى تسوية وإلى حل نهائي بين الجمعة واليوم مساء، تبقى الأكثر حظا 16-17 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي لبكرة وبعد بكرة لحتى تقول انه فعلا في فرق كتير كبير. الجو اليوم بالنسبة لك بعده بطيء، بزهق كتير، ثلاث ايام ورا بعضها it's too much، كتير زهق متواصل، علما انه مولود برج الجدي موجود بفترة زمنية ديناميكية وهو بحاجة لكل لحظة حتى يشتغل فيها. بجميع الاحوال نوعية الوقت بتقلك طول بالك، بكرة وبعد بكرة ضوء أخضر بقوة بالنسبة لك. اليوم عود عائل والضبضب، خاصة مولود 24 ل 26 ديسمبر لأنك الأقل حظا. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو ما تأجل لليومين المقبلين، هالأمر الجديد مش لألك مش لصالحك. اليوم نهار أفضل، اليوم نهار فيك تتكل فيه على حدا لحتى يحط إيده بإيدك ويوصلك ويساعدك لحتى تخلص البروجي اللي عم تشتغل عليه. جو كتير حلو كمان فيك تتسلى فيه، فيك يكون في فرح وفيك يكون في احتفال. بتبقى 9 و10 شباط فبراير الأوفر حظا. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت الجو عندك اليوم صحيح عتلين هم شوي، لكن بقول لك انه خليك قبضاي، خليك شادد حالك، بكره وبعد بكره رح تكون مبسوط كتير. اصلا لما بيكون عم تشتغل من كل قلبك بتاخذ نتيجه حلوه، حتى ولو كنت حاسس ببعض الهواجس وببعض القلق، وما تنسى انه لحالك ما رح تقدر تاخذ النتيجه الكامله، حط ايدك بايد الاخرين. بشكل خاص مولود 2 و3 اذار مارس انت بحاجه لدعم من جهه اخرى. بختم مع مولود اليوم. بقول له لمولود اليوم انه هيدي سنه بحاجه الى اهتمام، اهتمام بالذات، بحالك، بصحتك، بشغلك، وايضا بالمسار اللي انت حاطه قدامك عنوان الاساسي لهيدي السنه. هيدي السنه بتطلب منك تدرس اكثر، تشتغل اكثر، تركز اكثر. كانون الثاني يناير، ايار مايو وسبتمبر هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي. طبعا شكرا لكارمن على بداية عالم الصباح وعلى التطمينات لكل الأبراج. خليكم معنا، رح ناخذ أول بريك لليوم أكيد ببرنامجنا، ومن بعدها بينضم لنا جون منكون على يوتيوب.